أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا توضيح أتى، يقول إن كتاب العلم الهيب في شرح الكلمة الطيب هو شرح للعين صاحب شرح البخاري المسمى بعمدة القاري، وهو شرح لكتاب الكلمة الطيب لابن تيمية. نعم، العيني من فقهاء الحنفية، هو شارح البخاري عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، وهو من علماء الحنفية، وهو مصري ومعاصر لابن حجر العسقلاني، وكان يتكلم في ابن حجر ويتنقصه في شرحه عمدة القاري، ويقول العلماء إنه يسرق منه ويذمه، إن كتابه مليء من فتح الباري نقلا عنه ولا يبين هذا. والرجل الله المستعان هذا هو، وهو في العقيدة ما أظنه يعني من الذين يعتمد عليهم في العقيدة. نعم.